يلا بدا يوسف. يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو بتاكل هاد الصباح؟ لا كريم. يلا كتعجبك؟ اه يلا كول. بسم الله. قول بسم الله. ليلى تي حماق، هو اكلته المفضله هي لي كريب. لما كانوش لي كريب ما يفطرش. نشوفوا الطريقه، هو بعد مره تيبقى يدير واحد الطريقه، انا غنشوف نتسنى يديرها فاش كيبغي ياكل كيدير واحد القضيه. غير شويه يوسف، اجمعها لك اجمعها لك بلاتي نجمعها لك. دابا هو ما عاينيش نحطها ونقطعها، لا بعدا مزروب عليها. ازاي يوسف؟ كيعجبوك لي كريب يوسف؟ كيشم شي هوا دارها كدارها في فمو، عاد عاد كلاها في واحد القاعده تيشم الحاجه عاد كيديرها في فمو. هذه لاحظتها فيه من قديم، لاحظتها فيه تيدير الحاجه في نيفو عاد ياكلها، ضروري تيدوزها في نيفو يشمها بحال اللي تيعرفها واش تصلح ليه عن طريق الانف. هو دابا ها نتوما الحاجه اللي كيبغيها راه تياكلها بشراهه، عندك السقاطه انا تنبعدها عليه، تيبغي داكشي اللي عنده علاقه بالشكلاط بحال داك بوب كيك، داك الكيك اللي فيه الشكلاط ولا ميروندينا سناك. واحد الكادو تيعجبو ديما، هادو تياكلهم. ودانون عنده واحد النوع ديال دانون، داك الفلون فاني فلون كراميل. برافو عليك يوسف، انا كنسى تيفكرني مسكين. وفي الفطور ولا الكوتي خصو هاد لي كريب تيبغيهم ضروري ياكل غير بشويه يوسف، وبوان تياكل بشراهه. ولكن اللي شافو دابا هاد الطريقه تياكل بها يقول بانه راه السيد تياكل بزاف، هو مسكين غير في هذا الشيء اللي تياكل. ابار سا الماكله ما تياكلش، مثلا الكسكسو ما يدورش به، لي بات ما يدورش بهم، عندك الكفته مشويه والسوسيس واخا ياكلهم. شلاضه لا سول شلاضه اللي ياكلها هي ديال الخس، وهذا ديال اشاي الشلاضه اللي كتعجبك ديال المطيشه والخيار والبصله، صافي هذيك شلاضه البربار ما ياكلهاش، شلاضه ديال القمح ديال الابلي ولا هكا ما ياكلهاش. المهم هادشي ديال القطاني تيبغي فيه، ما تيبغيش هذاك الشلاضه ديال اللي تصايبها بالروز ولا ما تيبغيهاش. الحاجه بالحليب الروز ولا ما تيبغيش، صوف الشعريه بالحليب ياكلها شويه، ما بقاش كنديرها ما كياكلش فيها. ماكلته محدوده جدا، هذا ابروبو ديال التغذيه ديال يوسف، ماكلته محدوده يعني ما تياكلش كلشي. الحاجه اللي كياكل فيها بزاف راه تياكل فيها، والحاجه اللي ما تي ربع المره هو عاوتاني عندك الفرماج والكونفيتور بعد المره كتجيه الشهيه عليه تياكل. انا واحد المره عرفتي قال لي بحال اللي تقول لي باقيلا الله اعلم الا ما خفت نكذب باقيلا شي باكيطه وزياده كلاها. هي الحاجه دوزه يوسف اتاي. والحليب تيقول لك ما خصناش نعطيوهم الحليب بزاف حيت كيكونوا هما ايبر كالسيميك، كيكون عندهم كالسيوم بزاف. هو اللي كان دار لهم داك المغاز في الصغور ديالهم كانوا عنده لي كوليك بزاف من داك الكالسيوم اللي تيكون عندهم بكثره في هذا في الكليه ديال في الكليتين ديالو. ما تيبغيش انت ما تيدير واحد الحركه ما تيبغيش، هو تيتعصب دغيا. المهم دابا هو علاش تيخاف تاخذي لي حاجه وحده. ايوا نخليو يوسف ياكل بالصحه والراحه. يلا قول واحد الكلمه للناس اللي كيشوفوك، شنو تقول لهم؟ أغاني. قول لي نقول لهم أغاني، لا قول لهم غير شي كلمة زوينة، هضر معاهم شي حاجة زوينة، قول شي حاجة زوينة. شنو تقول للناس اللي كيشوفوك واللي كيبغيوك شنو تقول لهم؟ بونجور. شنو تقول لهم عاوتاني شي حاجة زوينة شنو تقول لهم؟ يلا بس عليكم. بخير عليكم. يلا بس عليكم. حبس من الماكله وقول لهم شي حاجه زوينه، صحه لاباس هانيه، دعي معاهم شي دعاء زوين. هاي الزيت دعي معاهم
بنتي معايا حياتي يا ربي. حياتي يا حياة، الهضرة عليك يا حياة. ربي يسخر فيها. يا ربي يسخر فيها حبيبي، ودعي مع الناس، قول لهم الناس كلكم دعي معهم، قول لهم الله يعطيكم الحمد لله، قول الناس الله يعطيكم شي حاجة زوينة، الله يعطيكم ما تمنيتو، قولها لهم يعطيكم ما تمنيتو. يلا قول لهم سلامة. سلامة. قول لهم هكا.